حسن بزي على هذه المحاضرة. فقرتنا الثانية مع الدكتور السفير اللبناني السابق في السويد وفي ساحل عاج، الصحفي الأكاديمي المعلم الدكتور علي عجمي، وهو دكتوراه في اللغة العربية والقنصل السابق في ديترويت. هذا تعريف بسيط عنه، واسمح لي أعيد القصيدة اللي أهديتك إياها حتى يسمعوها الحضور. له عدة دواوين، صدر له 8 دواوين، آخرها ديوان واحد، مجموعة قصصية، خبروني 8 مؤلفات، منها آخر ديوان هو حقول الجسد، تم توقيعه في نادي منتجبيل، فغازلته وغازلت ديوان حقول الجسد بهذه الأبيات. سفير يمثل أحلى بلد، سفير يمثل أحلى بلد ويزرع شعرا حقول الجسد. راه أتانا بعطر الجنوب بهيا لنظم القوافي استعد، يغازل عين الحبيب البعيد وعيناك تشهد مهما ابتعد. وهذه أشهر القصائد دكتور، عيناك ينير سمانا بأحلى القصيد يشع كبدر، وما من أحد يجاري قصيد السفير الجميل قصيدا بجمر الغرام اتقد. أنار المحافل في الأربعاء، فيا ليت يبقى ليوم الأحد، فيا ليت يبقى ليوم الأحد. تفضل دكتور. أنت طرحت أو شيء، سلام عليكم، طرحت مشكلة عويصة. لا عم بحكيك عن جد، كنا اليوم أنا وسام بالشغل عم نبحث بنفس الموضوع. تعرف موضوع الحركات والنقاط تم استغلاله، وأؤكد على استغلاله، من قبل فرق دينية متنوعة لكي تعزز لكل طرف ما يراه مناسبا من تفسير لهذه الآية. كثير، مش بس حالات كثيرة، من ضمن اللي انت قلته شو اسمها الآية، آية الوضوء والغسل والوضوء، يعني صاروا يستخدم التنقيط والحروف والقواعد بشكل عام لأغراض دينية، وهذه مشكلة. في فترة كان في عندك مئات المصاحف، مئات المصاحف حرقون وقلب واحد، هذه كانت ويرغي اي. بس في بالنسبة لموضوع اللغة، يعني كما لم يعب اللغة الأسبانية شيء أنها أخذت آلاف المفردات العربية وطوعتها، كذلك لا يعيب اللغة العربية شيء على الإطلاق أنها أخذت من كل لغات الشعوب التي دخلها الإسلام كلهم، تحديدا الفارسية والتركية. مثلا الفردوس كلمة فارسية أخذناها نحن، وبعدين انتقلت إلى الغرب، صارت بارادي بارادايس، نحن أخذناها وطوعناها، صرنا نقول فردس وفردسه بمعنى إلى علاء بالجنة. فليس هناك مما يعيب أي لغة. أنا عندي قناعة أشمل دكتور حسن، اللغة هي نتاج حضارة الشعوب، ولا ممكن أقول أن اللغة العربية أحلى من الأسبانية أو الأسبانية أحلى من الإنجليزية. اللغات تتكامل، حلقات وصل، بقدر ما أنت لغتك العربية عم تقدر تلبي لك حاجاتك وطموحاتك، لغة هول القبائل اللي أكلت لحوم البشر بأقصى أدغال أفريقيا، لغة ممتازة لأنها تغطي حاجتهم وواقعهم. على كل حال انا مش راح اطول عليكم، بس في وين خينا لا الاخ عم يقول لي انه انت مع الغزل او مع الوطنيات، قلت له لا مع الوطنيات. نعم مع انه الديوان لا معي طبعا، طبيعي مع انه الديوان ديوان كله قصائد غزل، ولكن اجد نفسي مثلا عندكم قصيده صغيره، هذه قيلت بسنة 84 أثناء الاحتلال يا حنان.
أثناء الاحتلال، كنا نستخدم منابر الحسينيات كوسيلة مقاومة. ففي أصيدة كان وقت على أثر عملية بلال فحص الشهيد، منقول في زعمهم أن الجنوب محاصر مستسلم للاحتلال، في زعمهم أن الجنوب محاصر مستسلم للاحتلال، وتوهموا أن الإرادة قد هوت وتخاذلت، والمؤمنين الصامدين الصابرين إلى زوال، في زعمهم أن السماء تباعدت عنا وأن الأرض تفتقد الرجال، وتوهموا أن الذي لبس الصمود لكي يقاتل قد تخاذل في القتال. لكنهم لم يستطيعوا سبر أغوار البطولة، يرتديها السهل تلبسها الجبال، لم يدركوا أن شحذنا من مصائبنا نصال، لم يدركوا أن الزمان بطوله قد صار ملعب خيلنا، والعمر سلم سيفه في هذه الأرض العظيمة، واستقال زعموا بأن الأرض قد ماتت وأن قيامها هو في احتمالات المحال. كذب مزاعمهم وخيب ظنهم، كذب مزاعمهم وخيب ظنهم. وعلى روابي عامل الأمجاد أذن يا بلال، وعلى روابي عامل الأمجاد أذن يا بلال. لن أطيل أكثر لأنه بدنا نسمع عن الأخت، في عنا أكثر من مشارك. تفضل أخي، شكرا كثير لكم. موضوع اللغة العربية بده بحث طويل 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 طويل، مش شوية، بس أنا متيقن إنه اللغة العربية موجودة من قبل. شكرا جزيلا دكتور. أعطيك يا خدي هي.